قدومي كحجان كبارلمان ككينيا فارح معلن أيا كتل مامي هقاميها إثوبيا إيغوريو ذي ملا زناوي إنو مسؤول كاها دباتذا كجر تجيز كافريكا غارهان صوماليا سيدو كله وكدن بيي أبو رستا أورك الشباب إدقال ككوضا صوماليا سيدو فارح معلن شيغي عاشي إبراهيم عاشعود وريها يغا أيا قد كتلافن كي نروب كل حريرتي فارح معلن وحين أقوه الرين ويديسي بل سيدو أركو بارلمان كعصوب إيو إزبدل كا صوماليا هذا عبدالله أنا جكت السالق هذا إنه خبرت وانصار أجنبي وحي سوق كان إن واجلتا إن بدلنا ووحلونا في سنة يو لكن مركز سي في جودة يو كريدنشلز كذا في رسو بحال نود إن أيادو قبل بدلنا وحي هرعنا وانصار مرني تأويد رجال أد بونا سنتا متذكر وحوي أنا وح كصو دمبا وين له هجاء رولز وين قوانين له هجاء شيء لأننا الله لا نك الدولة يهرو مثل الحويرة نقض مسيرة البرلمان كقول مسيرة حلوة كقطب توعويا وح لو سبجك جرنا هي مس قصب أي نقيسة إن امتحان كان لقى لا تاريخ السياسي وحور وري شو جسدي قلت ولي هي عقب كيس أنت لقي قال كل الله صوب عندك ويا وقف كمارة إنتجريتي سأي خربنت هاي ماشي الأمور رهبو إن عكلا فارح معلوم حد كورنتا وح جريودي مل الزناوي رئيس الوزراء هراء ذلك إثيوبيا وسودان كبر قبل سامين بلارن كلها قبل كجيسك جارهان الصومالية بلو حد كورن تا جريديسا يوحى كبدل كرتو نقد قيدي كجري جيسك أفريقيا جارهان الصومالية أرتو وحوي يعني جري بس بلو آدم كل على حق لا هي ما توح آدم موقع عن تقوها يما لكن وحى يذا عن السويدين لهن الله بعطنك السرعة صعد عصني مالس ينو كلها قيدتا اوغو لحادثا جيسك افريكا سيبا ما ارتي صوماليا وان انا انا انونس بينا رنتي صوماليا وحي ادقي ويدي وإلا يهاتا نبكا اوغو سوكيتي الوح ما ارتي اصغو ايديولوغو اها واصغو كاكبها اصغو ادمودي سنوكو حساب تما هي وحيامو اسكدادعي او تاريخي ايو رنتي ينو ما ارتي نولشيس السياسة داد او باركي او انتو حاليس الصوماليات بيرا او كوكب انكرا مارتي ريقل دين كوكرب قبانكرا داد بضنبا وحي ورميان نين واناكسنا او رمتي روكن مارتي اصل لكا هاي روها اروها روها ركا روها دلاتي دا كتب تجيس افريكا ودن نكا كاكب كا روها ساقوها قصة قويان هدو نولي هاي هدو هاد الجيري وذينا ويس بدري اللي هاد قفك بلو آدم كتاريخ دا مدهم بوكدح مقرية ومارة المسؤول قصي كرا في ولا يسمى يسعون بوكدح مقرية كرا وقت جاذي هو تكسر قباب طيبر كورا حاصل هدو كتغينا وحارف لان هاي عناس وين او جري يدب بدن او جري ورنسي وحكا السابة بياري كانوا أساقا وها وكاها جيس افريكا تبا وحي ورميان داد كان أسال راح منك لدقا لمي يروها وبلوه ككسر جيدا على الشباب يروها أروح أنا من سنة الشباب إنك بيرين واسجها أيوة الله لو يحل هذا وضم وأيوة مركو قرن أنتو كدوا لي بدك كنا الآن وبربوري وحياة بضلنا وسمي أروح أسج بيري بيرسان كوب بيري إن وكذا يي أنت إذا ما صدع صراع أيوة مسلمين تي جهاد يسمح وكوي يري أي جرتو إن أنا اللي أقول حساب كمين إن إنه ديمقراطية وقول بلو آدم يو وقبيلتي وقول لك أنا هي وضم والله لو يحل وسمينا وضم وحويا waatay faarax macal adigu aad u mahadsan in meles hadda uu geeriyooday laakiin wuxuu ahaa shakhsi sidaad sheegtay saameynta inta la eeg kulaha geeska afrika marka aad fiiriso hadda shakhsi buu ahaa uu geeriyooday laakiin xisbigii uu ka tirsanaa golihiisii wasiirada iyo saaxiibadii oo dhan baa jooga maxay marka taasi gobolka ka bedeli kartaa baad isleedahay mar haddii saaxiibadii oo dhan ay joogaan waxaan ay geology maaragtay dhisan oo maaragtay laga shaqeeyay oo loo hoggaansan yahay oo هذا على ما أهان محوكلة فرين إنك نمسك بكتيسرها يوها أسجع ألفا يو ميجا ماشي قدام ماشي اللي قبل الناري ماشي قدام بيسو قدام بو سلك سأسوها ما من تري مرها بدو ماشي ألفية كتغي إيه حتى هدو سيد جوغي لها إيرو سيدي وحكوة دي مركة ورا وحمار سيسو عم كرتو سسينة بولا إيه نغو كرتو واريسو وحنوار كاينو يسبدل وين كان دعدونه ومد الرأي تودي أنا مارك أي حرنمي وحصلنا بدري من دوران نجن قليل بكل شقي سني وحلا على وحلا شقي صورة واحد جاي في ماري أحيان وترسنا يا رواه وحلا شقي وإشاق دوا لكن ون مارك مكيلة هي أدوى هي أجزم يكيه ماري ما مليه مركا ماها وح وارك رماها
ولوران كركادا بدن أو كشري إن الله على منك الله شقيين يهضوا إيش الأورن يعطي ما له حفور عندنا ونبتيس ما دوني إنه بتباديو كان إذا ما رأيتي وحي وراجع وكيل كنا وكيل مرض ما شكل بحي وحنا مثل هاي اللي يبدل بدن ودع دورة ومدة صلاريات أو بكرة يتوب أو دم يبكى جيرانك كل سامنت وكلها أورنت أنا أنا أركان واحد نيجاتيف وحن وقبل كوبادي ريسي waatahay mudane faarax macallin dhinaca kale markaanu fiirino sanadkii 2006 adigu shakhsiyan waxaad ka mid ahayd siyaasiyiintii geeska afrika ee sida weyn uga hortimid faragelintii ethiopia ee gudaha soomaaliya ma kula tahay in maanta geerida meles kadib inay taas isbedeli doonto geerida meles iyo geeri la'aanta meles maanta ummadda soomaaliyeed waxay joogtaa heer maskaxiyan oo kobac ah oo ay ku gaareen inay ogaadaan cadadka cadagooda dhabta iyo wixii lagu siri jiray Soomaaliya badan waxa ka baxsan hadii dan dal la qabsanin hay'ad Ethiopia oo idinka u san dhigay naga soconay ilaa 77kii waxa xagga lagu duulay inay dad Ethiopianka ay asagay malasiy dadkiisa ay ogolaan kala inay la noolaan Soomaaliya laakiin ma laakiin 20kii sano hadda soo dhaafnay buu ninkastoo hata ki ku riyoonahay inay walaalkii iman kara asagii sanadkiisa oo qoostay ilaa dadkii uu ku adeegtay oo barkood marxuum ay yihiin oo dhinteen oo ka mid ah madaxweynihii ka horreeyay kanada Shariif Sheekh Maxamed oo meesha ku jiro iyaga oo dhan baan waxaan ka hayaa war inay leeyihiin wow oo shaqalaay oo tal beeray sanmaan moodeena waan la siray kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Kenya Faarax Macallin oo u warramayay Cashi Ibraahin Cashacuud